أهلا بكم. حذر اتحاد الأطباء العرب من كارثة صحية قد تشهدها اليمن في الصيف المقبل، إذ قال الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب عبد القوي الشميري لوكالة الأناضول إن أمراضا مثل حمى الضنك والملاريا قد تنتشر في الصيف المقبل، مؤكدا أن الأوضاع الصحية في اليمن تعاني من تدهور المؤسسات الصحية ونقص الأدوية وتحتاج لمساعدات عاجلة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول الأوضاع الصحية المتدهورة والتحذيرات من انتشار أمراض جديدة، والثاني من يتحمل مسؤولية الملف الصحي في اليمن. تستمر الحرب دون التفات حقيقي من التحالف والشرعية والمجتمع الدولي للأوضاع الصحية المتدهورة، وتؤكد التقارير الصحية معاناة ملايين الأشخاص من أمراض الكوليرا والدفتيريا وأوبئة عديدة في ظل تخوفات من انتشار أمراض أخرى مع مجيء الصيف القادم. نشاهد التقرير ثم نعود. صيف مقبل وكارثة جديدة، تحذيرات طبية من كارثة صحية قد تشهدها اليمن الصيف المقبل. تقول تلك التحذيرات إن أمراضا قادمة قد تنتشر في ظل استمرار الحرب وتدهور البنى التحتية للمؤسسات الصحية والنقص المستمر في الأدوية. التحذير الآتي من اتحاد الأطباء العرب أكد أن أمراضاً قابلة للظهور مثل حمى الضنك والملاريا ستكون عبئاً مضافاً على اليمنيين الذين يعيشون معاناة مرضي الكوليرا والدفتيريا. الآن الوضع الصحي صار مركب التعقيد في اليمن نتيجة للضعف، حدث يعني تدمير أشد، وحدث للمنظومة الصحية الحقيقة يعني ربما من أسوأ المنظومات تأثرا. عبد القوي الشميري الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب قال لوكالة الأناضول إن الأوضاع في اليمن تتفاقم صحيا وتحتاج لمساعدة عاجلة، مشيرا إلى انعدام الرعاية الصحية المتكاملة خصوصا في الأرياف. الانقلاب على الشرعية بتأكيد الشميري للأناضول عقد الوضع الطبي والصحي، حيث زادت الأمراض بسبب توقف موارد وزارة الصحة وتعطل المقرات الصحية وغياب الكادر الطبي. والكادر اليمني الآن في مواقع خاصة في المناطق التي يصرف عليها الإنقلابيون لا يحصلون على مرتبات ولا على أجور منذ أكثر من سنة. وفق إحصائيات اتحاد الأطباء العرب فإن 18 مليون يمني خارج تغطية الرعاية الصحية الأولية، في الوقت الذي أكدت فيه أرقام وزارة الصحة معاناة أكثر من مليون طفل من سوء التغذية و17 مليون من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إغلاق نصف المرافق الصحية. تأتي التخوفات من انتشار أمراض جديدة في ظل ارتفاع عدد الوفيات نتيجة وباء الدفتيريا الذي تسبب وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية بوفاة 72 شخصاً، كما تشير تقديرات أخرى إلى وفاة أكثر من 2200 حالة بسبب الكوليرا. مواجهة الانهيار المستمر في الوضع الصحي باليمن لا يتجاوز التحذيرات منه في ظل استجابة محلية وإقليمية ودولية غير كافية لإيقاف خطر الأمراض المتفشية. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة من الرياض. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب، هل تسمعني؟ يبدو أن هناك إشكال في التواصل مع أستاذ عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة. إذا مشاهدينا الكرام، تحذير اتحاد الأطباء العرب من كارثة صحية تشهدها اليمن في الصيف المقبل يأتي مع وضع صحي صعب تعيشه البلاد، خاصة مع انتشار أمراض مثل الدفتيريا والكوليرا، وهذه الأمراض انتشرت وزادت بعد الحرب والانقلاب التي شهدتها اليمن. كانت السلطات أيضا في السلطات الصحية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين خلال الفترة الماضية تحدثت عن احتمالية أن هناك حالات أكثر من 120 حالة إصابة و20 حالة وفيات بالإنفلونزا في وقت ماضي من هذا العام. يعود إلينا الأستاذ عبد الرقيب الحيدري. إذن أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. مرحبا، حياكم الله. حياكم الله. إذن أستاذ عبد الرقيب، اتحاد الأطباء حذر من كارثة صحية قادمة في الصيف المقبل إذا لم يتم تداركها وقد تتسبب بظهور أمراض جديدة، كيف تقرؤون كحكومة هذا التحذير؟
أو كيف تتعاملون معه؟ أهلا وسهلا بإخواننا في قناة بلقيس، ونشكرهم على الاهتمام بالجانب الصحي الذي يلامس حياة الإنسان. لا أدري، يعني لم يصلني هذا البيان أو تحذيرهم، ولكن لا أدري على ماذا استندوا. لكن في المجمل الوضع الصحي في اليمن تعافى نوعا ما نسبيا في المناطق المحررة، وأيضا في المناطق التي تحت سيطرة الانقلاب هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي في ظل ممارسة الميليشيات الانقلابية الحوثية على الواقع العمل الصحي وعلى مؤسسات الدولة، حيث أنها تصادر الكثير من المساعدات الطبية، وأيضا حاولت قدر الإمكان أن تسيطر على المرافق الطبية وتفرض رسوم، مما زاد أعباء كبيرة على المواطنين في ظل غياب تام لمرتبات الموظفين أكثر من سنتين. أيضا تحرم القطاع الصحي من مرتباتهم، مما دفع الكثير من الأطباء إلى مغادرة البلاد والبحث عن مصدر رزق أو الاتجاه للعمل في القطاع الخاص. طيب، يعني خلال الفترة الماضية كان هناك حديث متزايد عن الكوليرا، خف هذا الحديث، جاء حديث عن الدفتيريا. ما هو الوضع بالنسبة لهذه يعني الإصابات بهذه الأمراض؟ بلا شك أن مرض الكوليرا، الحمد لله نستطيع أن نعلن أن مرض الكوليرا اليوم قد تم السيطرة عليه والانتهاء من هذا الوباء الذي كاد أن يودي بحياة أكثر من 2000 شخص في كل محافظات اليمن. بلا شك أن مرض الكوليرا أتى بعد انهيار المنظومة الصحية وانهيار أيضا مؤسسات الصرف الصحي، وأيضا انتشار الوباء الذي سببته تلك الميليشيات الانقلابية من جراء الحرب العبثية التي تقودها، وباستطاعة وبتعاون وبمكرمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بمواجهة هذا الوباء بشراكة مع منظمة الصحة العالمية، فقد استطعنا الحد من هذا الوباء. هناك أمراض أيضا تظهر في حين لحظة أخرى، لكن الجهود وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع شركائها المانحين وبالأخص الدول المشاركة في دول التحالف العربي في اليمن نستطيع أن نواجه أي تحديات، ولا نزال أيضا هناك تحديات تواجهنا كوزارة الصحة، لكن إن شاء الله نستطيع أن نكون عند تلك المسؤولية وتلك المهام. طيب، يعني الآن هل لديكم أي مخاوف من أو استعدادات على الأقل في الجوانب الصحية أو في تأمين الاحتياجات الصحية في المحافظات سواء المحررة أو تلك التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين؟ لا شك وزارة الصحة العامة والسكان تسعى قدر الإمكان على أن تجعل الوضع الصحي متعافي وأيضا مستقر ويواجه أي تحديات. صحيح أن ميزانية وزارة الصحة شحيحة جدا وتكاد تكون غائبة، لكن الإخوة في التحالف ومركز الملك سلمان يغطون ويسدون هذا الجانب، واستطعنا التغلب على كثير من المعوقات بمشاركتهم. هناك تحديات أيضا. ما هي طبيعة هذه المشاركة أستاذ عبد الرقيب؟ هناك دعم لكثير من المستشفيات، هناك أيضا دعم في الأدوية والمستلزمات الطبية، هناك معالجات لكثير من الجرحى، خاصة اليوم الجبهات ملتهبة وهناك علاج الجرحى مستمر. هناك أيضا تقديم كثير من الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تخص المستشفيات. الحكومة اليوم بدأت تغطي في المحافظات المحررة أيضا الميزانية التشغيلية لكثير من المرافق وتدعى مرتبات الموظفين. هذا أيضا تجاوزنا كثير من المحن التي كانت تواجه وزارة الصحة. طيب، يعني أنت تتحدث الآن عن مركز الملك سلمان في هذا الدعم، هل هناك اكتفاء؟ مركز يعني الملك سلمان الوحيد، يعني مركز الملك سلمان هو الوحيد، الشريك الأبرز الوحيد، لكن هناك الهلال الأحمر الإماراتي، هناك أيضا الإخوة الأشقاء في دولة الكويت، هناك أيضا دعم منظمات دولية كالصحة العالمية وغيرها، هناك أيضا دعم من الإخوة الأشقاء في جمهورية تركيا،
كثير من الدول اليوم تساهم وتقدم في مجال الرعاية الصحية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الرقيب وكيل وزارة الصحة. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من تعز، مدير قسم الطوارئ بمستشفى الثورة الدكتور أحمد الدميني. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبجميع المشاهدين قناة القيس. حياكم الله. إذن دكتور ضعنا بداية في صورة موجزة عن الوضع الصحي لتعز في الوقت الحالي. نعم أخي العزيز، من خلال أولا عملي بهيئة مستشفى الثورة ومستشفى الثورة وبقية المستشفيات الحكومية داخل المدينة، هي تعكس الوضع الصحي العام داخل المدينة. مستشفى الثورة وأيضا المستشفى العسكري وأيضا المستشفى الجمهوري والمراكز الصحية، والتي منذ بداية الحرب أكثر من 60% من هذه المراكز الصحية معطلة تماما، إما بسبب نزوح الكادر الطبي أو بسبب قلة الإمكانيات إلا ما نذر من بعض المنظمات. ولكن بالنسبة للمنظمات التي تدعم سواء المستشفيات أو تدعم المراكز الطبية لا تغطي حتى 50% من الاحتياج. نحن أمام منظومة منهارة تماما، المنظومة الصحية في المدينة منهارة تماما، المنظمات بكل إمكانياتها لا تغطي الاحتياج الفعلي للمدينة. نحن حاليا نعاني من استقبال الجرحى، توافد كثير من الجرحى المدنيين والعسكريين إلى المستشفيات، الكثير من الأوبئة كالكوليرا وأيضا الحميات وحمى الضنك والملاريا ومؤخرا الدفتيريا، حالات كثيرة مشتبه بها الدفتيريا. يعني هذه الأمراض وهذه الاحتياجات لا يمكن للمنظمات أبدا أن تغطيها. لدينا في هيئة مستشفى الثورة للأمانة مؤخرا كان هناك تجاوب مع قدوم الأخ المحافظ وأيضا بمساعدة من وزارة الصحة ممثلة بالأخ الوزير مشكورا، تم دعم هيئة مستشفى الثورة بموازنة لمركز العظام والمركز الجراحي لمدة 3 أشهر، وهذه الموازنة ستعمل على تشغيل المركز الجراحي ومركز العظام لاستقبال الجرحى من المدنيين والعسكريين وأيضا تغطية المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج. ولكن بالنسبة لبقية الأقسام لا زالت معطلة إلا ما يدعم من منظمة أطباء بلا حدود للحالات الإسعافية فقط. بالنسبة للموظفين لم يصرف لهم حتى الآن سوى راتب واحد. طيب بالنسبة للمستشفى العسكري والذي يجد دعمه بكل الإمكانيات لاستقبال الجرحى العسكريين للتخفيف على بقية المستشفيات، حاليا المستشفى العسكري يعمل جزئيا فقط بالنسبة للطوارئ، ولكن كعمليات جراحية فيما يخص العظام وبقية التخصصات لا يوجد. بالنسبة لمستشفى الجمهوري أيضا تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، لا زال فقط في قسم النساء والولادة، أما بقية الأقسام معطلة تماما. لا يوجد دعم كافي لمستشفى الجمهوري ليقوم باللازم وأيضا يخفف على بقية المستشفيات. الدعم حاليا أغلبه لا زال يركز على المستشفيات الخاصة، والمستشفيات الخاصة لا تقدم الخدمات الطبية المتكاملة لكل المرضى والجرحى، خدماتهم بسيطة جدا والتكاليف أيضا باهظة. مفهوم. طيب بهذه النقطة، يعني نقطة الرواتب، دعني أعود إلى الأستاذ عبد الرقيب الحيدري. أستاذ عبد الرقيب، هي نقطة من الأهمية بمكان مسألة الرواتب بالنسبة للقطاع الصحي. يعني هل هناك توجه، يعني خطط أو رؤى لديكم أنتم في الحكومة نحو تغطية هذه الإشكالية بالنسبة للأطباء الذين في نهاية المطاف لديهم أيضا عوائلهم، لديهم من يقومون بالاهتمام بهم وعليهم احتياج، يعني عليهم التزامات يجب أن يقوموا بها في نهاية المطاف؟ أخي الحبيب، محافظة تعز مرت في ظروف استثنائية بحتة، كان هناك لا شك تقصير من جانب الحكومة تجاه هذه المحافظة،
باعتبارها انها كانت محافظه لا تزال تحت الحصار ولم يعت وبعض الاعتبارات انها لم تحرر، ولكن في الاشهر الاخيره وبقرار من رئيس الجمهوريه تم اتخاذ القرار على انها تعامل كمحافظه من ضمن المحافظات المحرره، وهناك توجه ايضا من قبل الحكومه ومن قبل الرئاسه ايضا، وبقدوم المحافظه الجديد استبشرت محافظه تعز خيرا، وتم صرف يبدو هكذا ان هناك بدات تصرف الرواتب في بعض القطاعات، لكن قطاع مكتب الصحه والعاملين في قطاع الصحه مسؤوليه السلطه المحليه، ويفترض على السلطه المحليه ان تتحرك. وزاره الصحه ايضا ستكون سانده وان تتحدث للحكومه حول الوضع الصحي. للاسف انا اقول ان هناك كوارث في تعز، وان شاء الله تتعافى بجهود الاخ المحافظ وبجهود الاخت الوكيله الدكتوره ايلان وبوجود الدكتور عبد الرحيم السامع مدير مكتب الصحه. اذا تكاتفوا هؤلاء كلهم نستطيع ان نقول ان هناك تعز تسعى الى بر الامان ان شاء الله. طيب بالنسبه ايضا ل توفير الاحتياجات بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية في هكذا محافظات، الاعتماد مسألة الاعتماد على المنظمات الدولية إلى أي مدى ترى أنها فعالة أو دائمة إن صح التعبير، ولا تضع الأطباء والمستشفيات في حرج في أوقات صعبة في بعض الأحيان؟ بلا شك اليوم نحن نعتمد على في بنسبة كبيرة على المانحين، سواء المانحين في الدول التحالف العربي أو المنظمات الدولية. هناك أيضا جهود كبيرة تسعى بها وزارة الصحة لاعتماد الميزانية التشغيلية من قبل الحكومة، ولكن كما تعلم أن الوضع اليوم وضع الحكومة وضع هناك اليوم تحديات كبيرة تواجه الحكومة، وإن شاء الله في القريب العاجل الحكومة تستقر وتتجاوز هذه التحديات، وتسند ميزانية الحكومة لكل وزارة وتبدأ تشتغل وتمارس مهامها، وإن شاء الله نحن نسعى قدر الإمكان على التوافق وتقديم ما يمكن تقديمه أو السعي سواء مع الجانب المانحين أو مع الحكومة، وإن شاء الله نرى خيرا بإذن الله. طيب بنقطة أخيرة أستاذ عبد الرقيب، في الحديث عن المحافظات غير المحررة الواقعة تحت سلطة الانقلابيين، هناك تقارير صحفية تتحدث على أن السلطات الصحية في صنعاء تشتبه في وجود حالات إصابة بإنفلونزا H1N1، إنفلونزا الخنازير، وهناك صعوبة في التشخيص أيضا، ما هو موقف الحكومة من هذا الموضوع؟ الحكومة ربما تتعامل مع المنظمات الدولية في حول هذه التصريحات حول هذه الأعراض، أما أن تتحدث السلطات الميليشيات بهكذا ربما تطرح هذه الأمور ما هي المعلومات لديكم أقصد أستاذ عبد الرقيب؟ لا يوجد لدينا أي معلومات حول هذا الموضوع، وإن تحدثوا حول هذا الموضوع ينبغي أن اليوم وزارة الصحة في صنعاء والمستشفيات الكبيرة والهيئات تتواجد في العاصمة صنعاء، وهناك أطباء أكفاء يستطيعون القيام هناك أيضا، اليوم تقدر تقول أن إمكانية وزارة الصحة كبيرة في صنعاء تستطيع مواجهة التحديات، خاصة أن هناك منظمات دولية تعمل بشكل كبير وتستلم مخصصاتها أيضا من الدول المانحة، وأيضا مركز الملك سلمان ومركز تنسيق المساعدات في مجلس التعاون الخليجي تصل هذه المساعدات، لكن التحديات التي تواجهنا أن هناك الميليشيات الانقلابية تسيطر على هذه المساعدات وتصادرها، إما أن تبيعها وإما أن توزعها إلى الأطراف التي تواليها وتحرم كثير من المرافق الصحية بناء على وتريد أن تضع المواطنين تحت الحصار مسببة ذلك إلى حصار التحالف العربي كما تزعم. أشكرك إذن على تواجدك معنا وكيل وزارة الصحة دكتور عبد الرقيب الحيدري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك دكتور أحمد، بالنسبة للحديث عن خلال الفترة الماضية كان الحديث يتزايد عن الكوليرا والدفتيريا كأمراض انتشرت بشكل كبير، ما الوضع في تعز بالنسبة لهذا الملف دكتور أحمد؟ نعم، كما تعلمون أن الحرب دائماً
تجلب كل الأوبئة والجائحات، وبسبب تعطل المرافق الصحية وأيضا بسبب التلوث البيئي والكثير من العوامل تنشط هذه الأمراض والأوبئة التي لم تعرف في العالم حاليا، ولكن بسبب الحرب تأتي هذه الأمراض مرة أخرى. نحن نفتقر لعدة أشياء. أولا لمراكز مؤهلة بوسائل تشخيصية وأيضا بمختصين لمواجهة هذه الأمراض. ثانيا لدينا مناطق معزولة تظهر هذه الأمراض بكثرة وبأعداد كبيرة، ولكن لا يمكن الوصول إلى هذه المناطق. أنا مثلا هنا داخل المدينة قد أتمكن من رصد يعني أغلب الحالات لأنها تأتي إلى المستشفى، ولكن هناك مناطق يعيش فيها نازحون لا يمتلكون حتى قيمة المواصلات ليأتوا إلى داخل المدينة أو إلى أقرب مركز صحي، وهذه مشكلة كبيرة تواجهنا حتى لمعرفة إذا كان هناك حالات مشتبه فيها أو مؤكدة أو لا. تمام، لدينا حاليا مشكلة طارئة، والآن في هذه المداخلة هي مناسبة بوجود الأخ الوكيل مشكورا، والحقيقة أن الوزارة لم تقصر في أي شيء رغم الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أنهم لم يقصروا معنا، والحقيقة أن جهودهم يشكرون عليها كثيرا كثيرا. أريد أن أنوه أن مسألة الجرحى بحمد الله يعني إلى انفراج، مشكلة الجرحى الحمد لله إلى انفراج مع تشكيل الآن اللجنة الطبية، وهناك شيء الحقيقة من الإنجازات لا يمكن لأحد إنكارها، ولكن لدينا مشكلة الآن طارئة وهي مشكلة مرضى الفشل الكلوي. هذه المشكلة التي لم تحل إلى الآن بشكل جذري بالنسبة للجرحى، بالنسبة للأوبئة كما قلت لكم نستطيع أن نحتوي شيء كبير من هذه ونسبة عالية من هذه المشاكل داخل المدينة، ولكن داخل المدينة أيضا لدينا مراكز للفشل الكلوي لا نستطيع أن نوفر لهم مواد الغسيل لأنها تستورد من الخارج. حتى المنظمات داخل المدينة للأسف بعض المنظمات تدعم مراكز الفشل الكلوي في مدن أخرى غير تعز، ولكن نقول لهم ادعموا تعز، لا نعرف ما هي الأسباب التي تحول بينه وبين دعم المراكز داخل تعز. يعني فاعل الخير أو الجهات الأخرى لم تستطيع دعم هذه المراكز بشكل متواصل. نريد حل جذري لهذه المراكز ولشراء هذه المواد. الموازنات البسيطة هذه اللي تدفع للمركز الجراحي والمركز العظام لا نستطيع منها شراء كمية كبيرة لتكفي لعدة أشهر، يعني حتى إذا اشترينا منها قد تكفي لأسبوعين لشهر، ولكن أما لعدة أشهر لن نستطيع أبدا أن نغطي احتياج الفشل الكلوي. فهذه مشكلة طارئة ينبغي علينا أن نركز عليها في الوقت الراهن. شكرا. أشكرك دكتور أحمد الدميني مدير قسم الطوارئ بمستشفى الثورة في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة وجميع الطاقم وجميع العاملين في الطاقم الفني، في أمان الله.